العروح الفقير البطل المجاهد السيد الحكيم والتخلص مع المسلمين رحمه الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تجدهم يتحركون في ما أحل الله لهم من العمل
الأعمال الطيبة الطاهرة الصحيحة السبل إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس البشر. فنسأل الله أن يتضمن هذا الفقيد الشهيد السعيد الذي هو عند الله إن شاء الله يلحق بالشهداء، فمن مات على حب آل محمد مات شهيدا. هؤلاء الذين اعتقل النظام إخوتهم وبني عمومتهم وهددهم بأن يتركوا المعارضة في الخارج أو يقتل العائلة كلها، فلا استكانوا ولا تضرعوا وما رضخوا وقاوموا وصبروا حتى أبيدت العائلة بالكامل في العراق، وهم استمروا وكملوا المشوار، واحد يفجر واحد يقتل في السودان في فندق شيراتون، وواحد أيضا يودعه قبل يومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على ذويه الصبر والسلمان، وأهم من الصبر والسلمان أن يخلف بدنه، يخلف بدنه. أتى الله سبحانه وتعالى ليه يجعل قلوب المؤمنين مخدوشة بفقد الطيبين من كل الأرض، من كل الأرض. حقيقة نحن نحتاج هذه الأرض، السلام عليكم، في تسلسل مليارات بشر. كم معلم نحن عندنا؟ كم مؤمن؟ كم كاتب؟ كم خطيب؟ يصيرون يعني على هم يومئذ كهمل النعم، يعني بين ال 15 ل 10 اللي كاتبين تحسبهم في كل أمة، كلش قليلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف أضعافا مضاعفة ويربي ويضاعف، لأن الولد الطيب الطاهر صدقة يتصدق بها الأب على الناس. تدرين الولد الطيب الطاهر من صدقات الأب على الناس، وبالعكس الولد المشاذ المنحرف جريمة يجرم بها الإنسان على هذا أبو سفيان أولاد نفس الشيء، نفس الكلام الكلام الكلام. فإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، طبعا بالمناسبة الأحياء أيضا يحتاجون الفاتحة مو بس الأموات، هاي الفاتحة اسمها لأنها فاتحة الكتاب يسموها فاتحة، هي سورة الحمد، هذه لها خصوصيات خاصة تقرأ للحي والميت وتقرأ للمريض وتقرأ لقضاء الحاجة، بل وتقرأ إذا واحد قوي اليقين يحيي بها الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها بسورة الحمد إن كنتم صادقين. بس تقرأ الحمد على ميتهم، فقرأ سورة الحمد تسأل شلون توصلها رب العالمين، هو يرتبها شلون يوصلها لصاحبها، عطشان يوقي الماي. هذا واحد من الأموات حضر حضر بسبب طلب أهله، واحد من أهله طلبوا أنهم يشوفوه، فرادي سأل بس من جملة هذا السؤال مهم جدا، قال هاي الحمد اللي بعث لكم إياه شلون توصلكم؟ قال أكثر الأموات مثل ما أنتم رايحين حمام عمومي تفتحون البخار على الآخر، تختبرون تخلصون الغسل اللي هو الاغتسال بشكل سريع حتى لا تختنق، لما تفتح الباب آخر شيء يأتي نسيم، يقول هكذا يفتحون على القبر باب، يأتي نسيم يقولون هذا ما الحمد لأحد أولادك أخوانك، ليش حتى يقول لك مستحبتهم الشماء على القبر حتى تبرد هذه الحرارة اللي موجودة يعني بالمناسبة، حتى لو هو ما عنده ذنوب، المشكلة القبول اللي يمه والجو الموجود يأثر كل شيء، وأثر ليش المحشر مو بيهم للجنة واقفين بس هواية يتأذون من الحرارة في محشر يوم القيامة. فنكرر بعد الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والناس على الإيمان، أمواتكم أمواتنا حيهم أيضا وميتهم جنهم ونفسهم، تسبقها الصلاة على محمد وعلى محمد.